أركان الإسلام خمسة. ركن الإسلام كم أركان؟ يعني الإسلام بناء، هذا البناء يقوم على أعمدة خمسة. الإسلام مثل ركن الركن الأول الشهادتين، لا إله إلا الله، يعني تنفي وتكفر بجميع ما يعبد من دون الله، تقول أنا أثبت العبادة لله وحده لا شريك له وأكفر بجميع ما يعبد من دون الله. لا إله إلا الله الذي لا شريك له في خدمته في مكانه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لا إله إلا الله بناء يقوم على عمودين. العمود الأول تنفي تكفر بجميع ما يعبد من دون الله. العمود الثاني تثبت العبادة لله وحده ولا شريك له. الشهادة الثانية أن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد، بشر. نبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا الله تعالى وهو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام. وهو رسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب. إذن الذي يبتدع في دين الله يبتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق. الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه رسول. الذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر عبد. الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة، لابد أن نؤدي الصلوات الخمس المفروضة في كل يوم وليلة. وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بلغنا وإياكم الحج. Thank you.